فاكر لما جبت الواد وعاد المشهد قدامك 16 مرة؟ إدريس قل لي منك السبب، قول. يا رجل جاء إدريس قام قال لي أبو غالة أنت قاعد تصور عمل تلفزيون رمضان. إدريس هذا ممثل معانا في نص الجبهة في اليوتيوب، اسمراني كذا حلو، أبغى معاكم وكذا. قلت حاضر يا إدريس ماشي، وفي أدوار معينة محتاجين فيها يعني. فجاء على حظه أول مشهد له، على كلامه كان حرارته مرتفعة وعنده زكام بس كذاب أنا عارف. فالمهم أنه حطنا سيكورتي في بنك، بيدخل مراجع يقول ماي مكتب المدير، يقول من هنا تفضل، من هنا تفضل، عيدة 16 مرة ليش؟ وأنا قاعد وراء كنترول جنب وائل فهمي عبد الحميد، يعيد مرة ثالثة، يعيد مرة خامسة، لحد ما وائل قام قال يو شكلنا حنسهر، وأطلع الخيزرانة وأشر له إدريس قسما عظما لو ما هذا، حاضر 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 أبو غالة حاضر حاضر، ويعيد ويعيد ويضرب في الأرض ويقول حاضر حاضر بس أنا عليك والله لك رهبة، رهبة بعينك أنت، خلصنا مش عارف إيش كذا. لما جت المرة 16 وعادها لقيت وائل فهمي عميد رمل السماعة ورحت أنا وقفت، قلت له يا مسلم يا مسلم يا عدو الله، الله حرام عليك الله، فلوس ناس اتخلى يا رجل، وأقوم ملحقة ويركضون ويمسكوني دفوني طلعوني برا برا الاستوديو. قال وائل قام قال لي خالد اطلع 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 سبهولي، طلعت ابن الذين جابها من أول مرة، من أول ما طلعت لها أتربش منك، أتربش. أنت تربش الممثلين. أول يوم معك. أول يوم تصوير عندي إذا كنت أنا المنتج اجتمع معاهم كلهم وقولهم الكلمة الصريحة، إخواني كيف حالكم؟ أنا خالد الفراج كاتب ومنتج العمل، يعني فلوس ناس، يعني ها حب الضمير، إذا شفتوني أصرخ على أحد أضرب أحد ها ألاحق أحد بعقال، اعرفوا ترى أنه هذا من وراء قلبي، بس ترى صحيح. تأكدوا أنه ما لحقته إلا عشان مسوي مصيبة فلا أحد يزعل. شوف خالد دائما نحن في الأعمال وفي إنتاج الأعمال في مشاكل دائما. فاكر المسلسل يا اللي أنا وإنت بدون ذكر أسماء في أحد رمضانات؟ إيه في أحد رمضانات، كان مسلسل غالي كذا بالملايين حاجة زي كذا. إيه بالضبط صراحة الله يعني هو كان يعني وخلي بالك شوف التمثيل علاقة الممثلين. أحمد فتحي معايا دحين أنا معاه في فيلم هنا قاعدين نصور، بيقول يا جماعة يا جماعة التمثيل علاقة، التمثيل علاقات، أنت والممثل معاك علاقة. أهو ديك الممثلة كانت علاقتنا لا ليها لا لا إيه؟ شوف بصراحة أنا مش حشيل بدون أسماء، لا لا بأمان عبد المجيد، بدون ما نشيل أحد العمل ككل تركيبته من أول يوم توتر صحيح، توتر صحيح، خناقات صحيح، حسد نوعا ما بين الأطراف، ما في راحة، ما في راحة، ما كان في اللوكيشن إيه؟ الناس ما كانت مرتاحة. آخر حاجة ضحكت عليها أن اللوكيشن انقسم فريقين زين فريق وانت انضمت لفريق زين صحيح. وانا قاعد في النص اخذ صحيح. رسائل بالجوال من الفريق ذا الفريق ذا، لا يمكن يا رجل، اقسم بالله العظيم انه عند مشهد من المشاهد زين رميت رميت انت كلمه عصبيه، اللي الشخص اللي تلقى الكلمه ارسل لي على السناب كذا وانا واقف، قام قال لي سمعت ايش قال لك؟ قلت معليش يا فلان طنش شوي، تجيني انت ايش قال لك هو يا ابن الحاج، دخلني فيكم انا في الحدود، انا يا كنت ضايع، والحمد لله انا جاء مخرج سبعة انقذنا من ايوه بس خلاص انا اقول اسم المسلسل بس بس خلاص بس عموما هي تعلم وتجربه. انت ايش في عندك شيء جديد هتقدمه؟ ما يعني زي ما قلت لك ما في شيء واضح، بس اللي واضح قدامي يعني اجد شيء كجاد يعني اللي هو عرض مسرحي جايني، بس قاعد افكر فيه يعني اخر فرصه هالاسابيع اللي انا فيها، و على ما سمعت ان الاخوان قاعد يجهزون لاستوديو 22 الجزء الثاني من البرنامج السابق. يا كويس كويس كان في فيلم سينمائي في النص، لكن الظاهر انه تم تاجيله، وعاد انت عارف الافلام كثير يعني دائما يفكرون فيها وساعات تتاجل وكذا، والحمد لله انه تاجل يعني. بس اهم شيء ان موضوع انك تبطل تمثيل ده انت سبتك منه خلاص صايبه. لا لا لسه في بالي يعني اذا قل والله اذا الله قدرني نعم جدا جاد انا اذا الله قدرني والأمور مشت زي ما أنا توقعت، أتوقع إن شاء الله في خلال سنتين ماكسيمم 3 سنوات أكون أنا بطلت تمثيل.